بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا شباب هنستكمل نظرية القانون تماما، ودي آخر محاضرة عندنا في نظرية القانون. عندي كذا موضوع ممكن ما يكونوش على نفس الأهمية الموضوعات اللي احنا شرحناها قبل كده، بس لازم نشرحها علشان نبقى داخلين الامتحان واحنا مطمئنين، وإن كان في جزئيتين كده يعني هنركز عليهم قوي. أول حاجة عايز أقولها لكم معنى تفسير القانون. واحنا بنطبق القانون ممكن او اللي بعد ما يطلع القانون يتبين ان هناك نص من نصوص القانون غامض، محتاجين نفسره ولا لا؟ محتاجين نفسره. يبقى تفسير القانون يعني بيان مضمون القانون، بيان معنى هذا النص القانوني. لما يبقى قدامي نص قانوني واقول لك فسره لي، يعني بين لي معناه وبين لي المقصود منه ايه. ده معنى التفسير. اللي انا عايز ادرسه في التفسير انواع التفسير. التفسير قد يكون تفسير تشريعي، وقد يكون تفسير قضائي، وقد يكون تفسير فقهي، وقد يكون تفسير اداري. التفسير على كم نوع؟ اربعه: تفسير تشريعي، وتفسير قضائي، وتفسير فقهي، وتفسير ايه؟ اداري. اول جزئيه التفسير التشريعي. بيبقى فيه نص، ولما نيجي نطبق النص نلاقي النص ده نص غامض، وعايزين نعرف نفسر هذا الايه؟ النص. فيجي المشرع اللي وضع النص يصدر تفسيرا تشريعيا لهذا الايه؟ النص. ويبقى ملزم ولا ما يبقاش ملزم؟ ده ملزم زيه زي النص. يبقى مين اللي قام بالتفسير هنا؟ هل القاضي ولا الفقيه ولا المشرع ذات نفسه؟ المشرع. عشان كده بيسمى التفسير ده تفسير ايه؟ تشريعي. تاني، ده معنى التفسير التشريعي ان انا بيبقى عندي نص معين. النص المعين ده فيه غموض، محتاج اكشف هذا الغموض او احدد معنى النص. من الذي يتدخل ويحدد لي معنى النص؟ مش القاضي ولا الفقيه. اللي بيتدخل المشرع ذات نفسه اللي وضع القانون، يقول لك لما وضعنا القانون كان فيه غموض في هذا النص، كان تفسر هذا النص ويصدر تفسير تشريعي لهذا النص. ده اسمه تفسير ايه؟ تشريعي. بس على فكره لازم يكون التفسير ده مجرد مفسر للنص، ينفع يعدل فيه؟ لا، لو عدل فيه يبقى معيب وممكن يطعن عليه بعدم الايه؟ الدستوريه. يقول لك القانون ده غير دستوري او التشريع ده غير دستوري، لان المفروض ده بتفسر بس ما تعدلش في الايه؟ في النص. ده اول نوع من انواع التفسير، التفسير التشريعي. ثاني نوع من انواع التفسير، التفسير القضائي. هنا من الذي يقوم بالتفسير بقى يا شطار؟ هل المشرع ولا القاضي؟ القاضي. بس القاضي ما بيقومش بالتفسير من تلقاء نفسه، يعني مش القاضي هو قاعد في المحكمه كده يتبين او يتراءى ليه ان نص غير دستوري فيتدخل ويفسره، او نص غير غامض فيتدخل ويفسره. لا، ده يبقى القاضي بيفسر او المحكمه بتفسر بخصوص قضيه مطروحه قدامها. يعني في قضيه مطروحه على مين؟ على القاضي. والقاضي هيطبق النص ده، فيجي الخصوم يطلبوا من القاضي يقولوا له فسر هذا الايه؟ النص. فالقاضي يتدخل ويفسر هذا الايه؟ النص. يبقى التفسير هنا تفسير تشريعي ولا تفسير قضائي؟ قضائي. هل القاضي يتدخل تلقائيا كده زي المشرع، ولا لازم بخصوص دعوه مرفوعه قدامه؟ لازم بخصوص دعوه، يعني لازم يكون في طلب من الخصوم قدامه علشان يقدر يفسر هذا الايه؟ النص. والتفسير القضائي ملزم للمحكمه دي، لكن هل ملزم لبقيه المحاكم؟ النقطة الثالثة التفسير الفقهي. التفسير الايه؟ الفقهي. واحد يقول يعني ايه تفسير فقهي؟ الفقهاء هم مين؟ مش المشايخ، هنتكلم في الفقه القانوني، اللي هم أساتذة القانون والكتاب في القانون. هم يقومون بتفسير النصوص القانونية من خلال الكتب بتاعتهم والأبحاث والفتاوى القانونية بتاعتهم. ده اسمه تفسير ايه؟ فقهي. برضه غير ملزم. يعني لما يقول لك السنهوري قال كذا، السنهوري ده أكبر عالم من علماء القانون بالمناسبة. الصنهوري قال كذا، او سليمان مرقص قال كذا، او الدكتور سمير تناغو قال كذا، اي واحد من دول ده اسمه تفسير ايه؟ فقهي. اخر تفسير اسمه التفسير الاداري. التفسير الايه؟ الاداري. هنا اللي قام بالتفسير مش المشرع، مش القاضي، مش الفقيه، وانما الذي قام بالتفسير في الحاله ديت جهه الاداره ذات نفسها. جهه الاداره ذات نفسها. وده بيحدث كثيرا في اغلب المصالح الحكوميه. تروح مصلحه التامينات الاجتماعيه،
يقول لك ايه الرؤساء او الوزير او وكيل الوزاره بينزل لهم مثلا نشره اسمها نشره تفسيريه، نشره اسمها نشره ايه؟ عشان تفسر لهم احكام القانون اللي بيطبقوه، او مصلحه الضرائب بيبقى فيه تعليمات او بيبقى فيه حاجه اسمها منشورات، ديت برضه بتفسر الايه؟ التشريع. من الذي قام بالتفسير؟ جهه الايه؟ الاطار. اللي انا قلته ده اسمه انواع التفسير، موضوع مهم. انواع التفسير اول جزئيه فيه ايه؟ قلت تفسير تشريعي، وتفسير قضائي، وتفسير فقهي، وتفسير اداري. قلنا التفسير التشريعي من الذي يتدخل في التفسير؟ المشرع ذات نفسه، وبيتدخل لما بيلاقي نص غامض فيصدر تفسيرا تشريعيا ويبقى ملزم ولا مش ملزم؟ يبقى ملزم للكافه، لكن هل ينفع هو بيفسر تشريعيا ان هو يعدل القانون؟ لا، ده يبقى عيب في التفسير ويطعن عليه بعدم الايه؟ الدستوريه. التفسير القضائي قلنا القاضي هو اللي بيفسر هنا، بس القاضي هو بيفسر، هل بيفسر استنادا الى يعني تلقائيا ولا لازم من خلال قضيه مرفوعه قدامه؟ لابد ان يكون ذلك من خلال دعوه مرفوعه امام هذا الايه؟ القاضي. لما يكون ده من خلال دعوه مرفوعه امام هذا القاضي يبقى ينفع نفسر الايه؟ القاضي يفسر القانون. ويبقى تفسيره هل ملزم لكل المحاكم ولا للمحكمه دي؟ ليه بس؟ ليه بس في القضيه دي بس؟ يعني في القضايا الاخرى مش ملتزم بالتفسير ده، ولو هو او محاكم اخرى مش ملتزمه بهذا الايه؟ التفسير. التفسير الفقهي الذي يقوم به اساتذه القانون والكاتبون في القانون، ده بيسمى تفسير ايه؟ فقهي. التفسير الفقهي ده يا جماعه بيكون من خلال المؤلفات بتاعتهم او الابحاث او الفتاوى القانونيه. التفسير الاداري ان جهه الاداره ذات نفسها تنزل منشورات او تعليمات او تفسيرات للموظفين، زي مثلا التنميه الاجتماعيه وزي مصلحه الضرائب. ده فيما يتعلق بانواع التفسير. النقطه اللي بعد كده تطبيق القانون. الكلام اللي انا هقوله هتحس انكم سمعتوه قبل كده في التنظيم الدولي. في مبدا اسمه اقليميه القوانين، تطبيق القانون تطبيق ايه؟ اقليمي. وفي مبدا اسمه شخصيه الايه؟ القوانين، تطبيق القانون تطبيق شخصي. مبدا اقليميه القوانين تطبيق القانون تطبيق ايه؟ اقليمي. وشخصيه القانون تطبيقه تطبيق ايه؟ شخصي. عارفين مبدا الاقليميه معناه ايه؟ مبدا الاقليميه معناه ان القانون ينطبق على الاقليم، سواء كان اللي قاعد على الاقليم وطنيين او كان قاعد عليه ايه؟ اجانب. ده معنى اقليميه الايه؟ القوانين. فاكرين الاختصاص الاقليمي اللي درسناه في الاول؟ في نظريه الدوله في التنظيم الدولي؟ هو ده. معنى اقليميه القوانين ان القانون يطبق تطبيق ايه؟ اقليمي، على كافه المقيمين على الاقليم، سواء كانوا مواطنين سواء كانوا ايه؟ اجانب. ده معنى إقليمية القوانين، فهل ينطبق على المواطنين اللي في الخارج؟ لا، ده بمعنى الإقليمية. يبقى معنى الإقليمية إني أنا بنطبق على إقليمي، سواء كان اللي يخضع ليا مواطنين أو كانوا إيه؟ أو كانوا أجانب. لكن التطبيق الشخصي أو شخصية القوانين معناها إن أنا أنطبق فقط على المصريين. أنطبق فقط على مين؟ سواء كانوا مقيمين في مصر أو كانوا مقيمين فين؟ في الخارج. هل أنطبق على الأجانب اللي موجودين في مصر؟ لا، ده لما اقول بمبدا الايه؟ الشخصيه. يبقى اقليميه القوانين وشخصيه الايه؟ القوانين. الاقليميه اللي انا بنطبق على الاقليم، ايا كان اللي عايش على الاقليم، ما بنطبقش في الخارج. الشخصيه ان انا انطبق على المصريين، ايا كانوا موجودين في مصر او موجودين فين؟ في الخارج. هل انطبق على اجانب؟ لا، حتى ولو كانوا مقيمين فين؟ في مصر. ده لو اخذنا مبدا اسمه شخصيه الايه؟ القوانين. على فكره الاصل العام عندنا اقليميه الايه؟ القوانين، والاستثناء هو شخصيه الايه؟ القوانين. يبقى تعالوا نشوف الاصل العام اللي عندي. الاصل العام اللي عندي يا جماعه ان القوانين تنطبق تطبيقا اقليميا. ان القوانين تنطبق تطبيق ايه؟ اقليمي. يعني ايه القوانين تنطبق تطبيق اقليمي؟ يعني تنطبق القوانين على الاقليم بغض النظر اللي عايشين عليه مواطنين او ايه؟ او اجانب. لكن في هل قوانيني تنطبق بره يا جماعه؟ لا، ده الاصل العام. لكن في ثلاث استثناءات. في كم استثناء؟ ثلاث استثناءات. اولا الحقوق والواجبات للمواطنين. يعني المصري حتى لو عايش في الخارج
ليه في مصر كامل الحقوق والواجبات، يعني يتمتع بالحقوق التي تقررها القوانين ويلتزم بالواجبات التي تقررها القوانين، رغم انه هل عايش في مصر ولا عايش في الخارج؟ عايش في الخارج. ليه حق انه يرجع ويترشح امام المجالس النيابيه او يتقلد الوظائف العامه، وعليه التزام لو هو بره يجي يؤدي الخدمه العسكريه الى اخره. يبقى اذا الاصل العام انا بنطبق تطبيق ايه؟ اقليمي. بس بالنسبه للمواطنين اللي عايشين في الخارج الحقوق والواجبات تنطبق تطبيق اقليمي ولا شخصي؟ لا شخصي. دي نقطه. النقطه الثانيه قانون العقوبات. تعرفين يعني ايه قانون العقوبات؟ اللي بيحدد الافعال المعتبره جرائم ويحدد العقوبات على هذه الجرائم. بيحدد الافعال المعتبره ايه؟ جرائم، ويحدد العقوبات على هذه الجرائم. اقول لكم قانون العقوبات تطبيقه تطبيق اقليم، يعني قانون العقوبات المصري ينطبق على الاقليم الايه؟ المصري. هل قانون العقوبات المصري يعاقب على جرائم وقعت في الخارج؟ لا، بس استثناء. انا بتكلم على استثناءات مبدا اقليميه القوانين. استثناء لو جريمه وقعت في الخارج والجريمه دي تمس امن الدوله المصريه او تمس الثقه في المحررات بتاعتها او في العمله بتاعتها، زي جرائم تزوير المحررات وجرائم تزييف العمله، تنطبق عليها قانون العقوبات ولا ما ينطبقش؟ ينطبق، رغم ان الجريمه وقعت فين؟ بره. الاستثناء الثالث والاخير ان انا ممكن اطبق على الاجانب اللي عندي هنا في مصر قوانينهم بمقتضى فكره المجاملات الدوليه. ممكن اطبق على الاجانب قوانينهم بمقتضى فكره المجاملات الدوليه. لو عندي اثنين اجانب، اثنين ايطاليين متجوزين وعايشين في مصر، على علاقه الزواج بتاعتهم اطبق قانون مصر ولا اطبق قانونهم؟ اطبق قانونهم. ده خروج على مبدا اقليميه القوانين. ما هو الاقليميه يا احمد تفرحش، الاقليميه ان انا بطبق قانوني على اقليمي ايا كان مواطنين ولا ايه؟ ولا اجانب، وما طبقوش في الخارج. قلت كم استثناء؟ ثلاث استثناءات. اولا الحقوق والواجبات للمواطنين. الحقوق والواجبات للمواطنين دي يا جماعه تنطبق تطبيق ايه؟ شخصي. يعني حتى لو مصر في الخارج متمتع بالحقوق وملتزم بالايه؟ بالواجبات. نمرة اثنين قانون العقوبات. قانون العقوبات الاصل العام انه بيعاقب على الجرائم الواقعة على اقليمي، فهو اقليمي الايه؟ التطبيق. لكن ممكن جريمة تقع في الخارج استثناء نعاقب عليها، كما لو كانت ماسة بامن الدولة او ماسة بالثقة في محرراتها او الثقة في العملة بتاعتها. نمرة ثلاثة ان انا ممكن اطبق على الاجانب في مصر قوانينهم بمقتضى فكرة المجاملات الدولية. ده إقليمية وشخصية القوانين. أشوف معنى إقليمية القوانين ومعنى شخصية القوانين، ورأيت أن الأصل العام هو إقليمية القوانين. النقطة اللي أنا هقولها دلوقتي موضع امتحان. النقطة اللي أنا هقولها دلوقتي موضع إيه؟ امتحان، يا ريت تركزوا فيها. تطبيق القانون من حيث الزمان، القانون بيجري بأثر رجعي ولا بأثر فوري؟ القانون بيجري بإيه؟ رجعي؟ هو المفروض فوري بس في قوانين معينة ممكن أنا بتكلم في القاعدة في الأصل. فوري. أنت قلت لي أثر رجعي. يعني مثلا أنت عملت عقد دلوقتي وقانون صدر بعد سنتين يبقى وكان العقد صحيح، يجي القانون اللي بعد سنتين يقول لك لا عقدك باطل؟ لا. المفروض يجري بأثر إيه؟ فوري. أنا لسه هدخل لكم في الموضوع بس بالعقل والمنطق. إحنا مش درسنا دراسة تفصيلية إن القانون بعد ما بينشر بعد ما بينفذ أو بعد ما بيصدر بينشر في الجريدة الإيه؟ الرسمية. وقلنا الناس ملتزمين من وقت النشر في الجريدة الرسمية أو من وقت نفاذ الإيه؟ القانون. عقلاً ومنطقاً هل نبقى ملتزمين قبل نفاذ القانون بأحكام هذا القانون؟ لا. علشان كده المبدأ أن القانون يسري بأثر فوري مباشر. القانون يسري بايه؟ بأثر ثوري. وعارفين يعني ايه بأثر ثوري مباشر؟ يعني القانون لما بيصدر بينطبق على الوقائع اللاحقة لهذا الايه؟ القانون. بينطبق على الوقائع الايه؟ اللاحقة. هل ينطبق على الوقائع السابقة؟ الوقائع اللي كانت موجودة قبل صدور القانون، هل ينطبق عليها هذا القانون؟ لا. وفي اعتبارات كثيرة لذلك، يعني في مبررات لعدم سريان القانون بأثر ايه؟ رجعي. ايه هي هذه المبررات؟ أقول لك العدالة تأبى إن أنا أطبق القانون بأثر إيه؟ رجع. لأن أنا هطبق القانون على ناس ما كانوش يعلموا بمضمون هذا الإيه؟ القانون.
لو انا هطبق القانون باثر رجعي، هل هيبقى عند الناس ثقه بالقوانين؟ انت عملت عقد النهارده وكان عقد صح وفقا لقانونك، يجي لك قانون بعد سنه ولا اتنين يقول لك لا ده انا خليت العقد باطل؟ لا، يبقى انت هتهدر ثقتك في الايه؟ في القانون. لو خليت القانون يحدث اثر رجعي هل هيبقى فيه استقرار؟ مش هيبقى فيه استقرار. المبرر الرابع والاخير ان المفروض القوانين نبدا من امتى؟ من نشر في الجريده الايه؟ الرسميه. يعني هل تسري على الوقائع السابقه على هذا النشر؟ لا. ده المبدا ومبرراته. ده المبدا وايه؟ ايه هو المبدا ده اسمه يا جماعه؟ عدم رجعيه القوانين. عدم رجعيه الايه؟ القوانين، او بيسموه الاثر الفوري او المباشر للقانون. هو الاثنين واحد، معنى الاثر الفوري المباشر ان القانون يسري من وقت نشره في الجريده الايه؟ الرسميه. هل يسري على الوقائع السابقه؟ لا، ما يسريش على الوقائع السابقه، فعدم رجعيه القانون هو الاثر الفوري الايه؟ المباشر. المبدا ده مبدا كبير في القانون، له مبررات ولا لا؟ شفنا اول مبرر ان العداله تابى ان انا اطبق القانون باثر ايه؟ رجعي، اطبق القانون على الناس وهم ما كانوش عارفين بمضمون هذا الايه؟ القانون. المبرر الثاني ان انا لو طبقته باثر رجعي هل هيبقى عند الناس ثقه في القوانين ولا تهدر ثقتهم في القوانين؟ تهدر ثقتهم في القوانين. المبدا الثالث او المبرر الثالث ان انا لو طبقته باثر رجعي هل هيكون هناك استقرار في المجتمع؟ لا. اخيرا احنا عارفين ان القانون بيبقى نافذ بنشره في الجريده الايه؟ الرسميه. هل ينفع احسب الناس قبل النشر في الجريده الرسميه؟ لا. خلاصه الكلام، لا يجوز للقانون ان يسري باثر ايه؟ رجعي. لكن في استثناءات على هذا المبدا. ممكن نخلي القانون يسري باثر رجعي. ثلاث استثناءات تنسوا اساميكم وتحفظوكم. اولا في حاله النص الصريح. ثانيا القانون يكون جنائي واصلح للمتهم. ثالثا القوانين التفسيريه. يبقى كم حاله يسري فيها القانون باثر رجعي؟ ثلاثه. اولا النص الصريح. واحد يقول لي يعني ايه النص الصريح؟ مش احنا قلنا القانون لا يسري باثر ايه؟ رجعي. ممكن البرلمان وهو بيضع القانون يجيب نص صريح ويقول القانون ده هو هيسري لمده سنتين سابقتين. هنا في اثر رجعي ولا ما فيش اثر رجعي؟ بس اثر رجعي الاداره او السلطه التنفيذيه طبقته بمزاجها ولا نص في القانون؟ ده جائز ولا مش جائز؟ جائز. بس ده بيكون بضوابط معينه. اولا لا يسري القانون باثر رجعي الا بقانون، لازم نص قانوني هو الذي يقرر ايه؟ ذلك. لكن ينفع السلطه التنفيذيه تطبق القانون باثر رجعي وحدها؟ لا، لازم قانون هو الذي يقرر سريان هذا القانون باثر ايه؟ رجعي. ولازم القانون اللي ده يكون بضوابط معينه بيقررها الدستور. بضوابط معينه بيقررها الايه؟ الدستور. يعني لازم السلطه التشريعيه هي اللي تقرر الاثر الايه؟ الرجعي. ولازم نص صريح يقرر الاثر الايه؟ الرجعي. والدستور غالبا بيضع ضوابط. يعني مثلا الدستور تلاقيه عندنا يقول لك ايه؟ يقول لك عشان يسري القانون باثر رجعي لازم اغلبيه الاعضاء مش اغلبيه الحاضرين. لازم اغلبيه الايه؟ الاعضاء مش اغلبيه الايه؟ الحاضرين. ده حاله النص الصريح. يبقى الاصل العام هل يسري القانون باثر رجعي؟ اول استثناء عملته النص الايه؟ الصريح. النص الصريح بيتطلب كم شرط؟ ثلاث شروط. ان القرار السلطه التنفيذيه ولا التشريعيه؟ التشريعيه. ويكون ده بنص ايه؟ صريح. وان يبقى ملتزم بالضوابط اللي قالها الايه؟ الدستور. ان يقول لك لازم القانون يسري باغلبيه الايه؟ باثر رجعي. بس باغلبيه الاعضاء وليس باغلبيه الايه؟ الحاضرين. واضح الكلام ولا مش واضح؟ ده اول استثناء. ثاني استثناء القوانين الجنائية الأصلح للمتهم. القوانين الجنائية ليه؟ نفترض إن كان في قانون بيجرم تجارة العملة. رحت أنت تجربت في العملة. كده الفعل جريمة ولا مش جريمة؟ بيحققوا معاك دلوقتي لسه ما صدرش عليك حكم نهائي. لو صدر عليك حكم نهائي خلاص لازم تنفذ هذا ليه الحكم؟ لسه ما صدرش عليك حكم نهائي. وصدر قانون جنائي بيقول تجارة العملة ما هيش جريمة. في هذه الحالة
انت القانون اللي انت خاضع ليه بيقول ان هو ايه؟ جريمه. القانون اللي جه بعد كده بيقول ان ما هوش جريمه. لو طبقته باثر ربعي اصبح بالنسبه لك ولا ما هوش اصلح؟ هنا ينطبق باثر ايه؟ ربعي. يعني اذا في الساعه الربعيه اذا كان قانون جنائي اصلح لمين؟ للمتهم. بس لازم القانون الجنائي يصدر، ما بقولش ينشر. يعني كفايه صدور القانون مش نشره في الجريده الرسميه. يصدر امتى؟ قبل صدور حكم نهائي عليه. لكن لو صدر حكم نهائي عليه هل هيسري قاعده الرجعيه في هذه الحاله؟ لا. اخر استثناء بقى بنخلي فيه رجعيه للقانون، استثناء مهم جدا. ولسه اكلمكم عنه من شويه. فاكرين القوانين التفسيريه؟ قوانين التفسيريه. القوانين التفسيريه اللي هي ايه؟ القوانين التفسيريه قانون بيفسر قانون سابق. يعني صدر قانون دلوقتي وبعد سنتين اكتشفنا ان في غموض فعملنا قانون بيفسره اللي احنا سميناه التفسير التشريعي. تكريمه القوانين التفسيريه دي تفسر من امتى؟ مش من وقت صدورها، ده تفسر من وقت صدور القانون الايه؟ الاصلي. تفسير من وقت صدور القانون الايه؟ الاصلي. يبقى صارت باثر رجعي ولا لا؟ صارت باثر ايه؟ رجعي. يبقى اذا ما هو المبدا؟ عدم رجعيه القانون. وشفنا كم مبرر للمبدا؟ اربع مبررات. شفنا كم استثناء على المبدا؟ ثلاث استثناءات. النص الصريح ورجعيه القانون اذا كان اصلح لمين؟ للمتهم. واخر جزئيه بقى اللي هي القوانين التفسيريه. الموضوع ده موضع امتحان. في دقيقتين هقوله تاني. الاصل العام ان القانون يسري باثر فوري مباشر. هل يسري باثر رجعي؟ لا. يقول لك عدم رجعيه القانون. ما مبررات هذا المبدا؟ واحد، ليس من العداله ان انا اطبق القانون على الناس باثر ايه؟ رجعي. اثنين، لو طبقت القانون باثر رجعي ههدر ثقه الناس بالايه؟ بالقانون. ثلاثه، لو طبقت القانون باثر رجعي هل هحقق استقرار قانوني؟ لا. اربعه، ان المفروض القانون بيسري بواقعه النشر في الجريده الرسميه. طب قبل النشر هل تخاطب؟ هل الناس مخاطبين باحكام القانون؟ لا. يبقى خلاصه الكلام ان القانون المفروض لا يسري باثر رجعي. بس في كم استثناء على القاعده دي؟ ثلاث استثناءات. الاستثناء الاول على هذه القاعده ايه؟ الاستثناء الاول على هذه القاعده النص الصريح. والنص الصريح ده يقتضي عشان يبقى مستثنى كم شرط؟ ثلاثه. لازم يكون بالسلطه التشريعيه هي التي تقرر سريان القانون باثر ايه؟ رجعي. دي نقطه. النقطه الثانيه لازم يكون بنص صريح يقول ان القانون يسري باثر ايه؟ رجعي. النقطه الثالثه لازم نلتزم بالضوابط الوارده في القاضي الدستور. دستور 71 كان بيقول ايه؟ كان بيقول لازم علشان يسري القانون باثر رجعي اغلبيه الاعضاء. فدي ايه؟ اغلبيه الاعضاء. واضح كلامي ولا مش واضح؟ النقطه اللي بعد كده يا جماعه ايه؟ قلنا القوانين الجنائيه الاصلح للمتهم. نفترض واحد ارتكب جريمه. وبعد ما ارتكب الجريمه صدر قانون يبيح هذا الفعل او يخفف العقاب على هذا الايه؟ الفاعل. يسري باثر رجعي ولا ما يسريش عليه؟ يسري باثر رجعي لانه اصلح لمين؟ اصلح للمتهم. بس لازم يكون صدر القانون، انا ما بقولش نشر في الجريده الرسميه، كفايه ان يكون صدر القانون. صدر القانون امتى؟ قبل صدور حكم نهائي. كفايه ان يكون صدر القانون قبل صدور ايه؟ حكم نهائي. واضح الكلام ولا مش واضح؟ النقطة الثالثة القوانين التفسيرية. النقطة الثالثة القوانين الايه؟ التفسيرية. واحد يقول لي ايه حكاية القوانين التفسيرية؟ التفسير التشريعي اللي أنا قلت لكم عنه. صدر نص النهاردة. بعد سنتين حبينا نفسر هذا النص، احنا مش هنعدل ولا نضيف لأحكامه جديد، هنفسره بس. عملت قانون تفسير. القانون التفسيري يسري من ساعة صدوره ولا من ساعة صدور القانون الأصلي؟ من ساعة صدور القانون الأصلي. يبقى سري بأثر ايه؟ رجعي. ده عدم رجعية القانون والاستثناءات الواردة عليه موضوع مهم. نيجي لموضوع ما كانش مهم بس في اعتقادي أصبح مهما. أصبح مهما نظرا للتطورات القائمة على الساحة بالدستور الجديد. إحنا شفنا مصادر القانون هي إيه؟ التشريع، وشفنا العنف. في مصدر اسمه الدين. مصدر اسمه ايه؟ الدين. الدين يا جماعه
في مسائل الاحوال الشخصيه. انا بس عايز اوضح لكم نقطه، احنا عندنا في مصر في مسيحيين وفي يهود. المسيحيين طوائف، في الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، واليهود برضو طوائف اسمهم القرائين والربانيين. طيب دلوقتي دول بينطبق عليهم ايه في مسائل المعاملات؟ القانون المدني والقانون التجاري والجنائي، هل في حاجه اسمها القانون المدني للمسلمين والقانون المدني للمسيحيين، ولا مسائل موحده؟ مسائل موحده. في مسائل الاحوال الشخصيه بقى، لان الاحوال الشخصيه مرتبطه بالدين، الزواج والطلاق والميراث والوصيه والهبه والكلام ده كله، جه المشرع في مسائل الاحوال الشخصيه جه على بعضها ووحدها، جه على بعض مسائل الاحوال الشخصيه واصبحت موحده بين المسلمين وبين غير المسلمين. فيبقى المصدر بالنسبه لنا هنا التشريع، لان المشرع ايه؟ وحدها، زي قواعد الاهليه وزي قواعد الميراث وزي قواعد الايه؟ الوصيه. دي هل تختلف من المسلمين غير المسلمين؟ لا، فاصبحت موحده. المصدر فيها هل هو الدين ولا التشريع؟ التشريع. والتشريع هنا مستمد من الشريعه الاسلاميه على فكره، بس المهم المصدر مش الشريعه ولا الدين، المصدر هنا هو الايه؟ التشريع. يبقى اللي باقي عليه خلاف مين؟ كل مسائل الاحوال الشخصيه ولا بعض مسائل الاحوال الشخصيه؟ بعضها. اللي هي تحديدا الزواج وما يرتبط به. الزواج وما يرتبط ايه؟ به. الزواج وما يرتبط، الزواج، النسب، الحضانه، الطلاق، المسائل دي لم يتم توحيدها، ما صدرش قانون موحد. يبقى المصدر فيها هنا ايه؟ هل التشريع؟ وفي تشريع فيها؟ لا. تاني يا جماعه النقطه دي دقيقه جدا ومهمه جدا. انا بقول لكم في كافه مسائل المعاملات الماليه، هل في فرق بين المسلمين والمسيحيين واليهود ولا موحده؟ موحده. يبقى عندي بقى الاحوال الايه؟ الشخصيه. في مسائل موحده في الاحوال الايه؟ الشخصيه، زي مسائل الاهليه والميراث والايه؟ والوصيه. المصدر فيها هنا هل الدين ولا التشريع؟ التشريع، اللي هو مستمد من الشريعه الايه؟ الاسلاميه. لكن يبقى بقى ان في مسائل غير موحده، مسائل غير ايه؟ اللي هي تحديدا الزواج وما يرتبط به. الزواج وما يرتبط به من نسب ورضاع وحضانه وطلاق. هي دي تسمى مسائل موحده ولا مسائل غير موحده؟ غير موحده. يرجع فيها الى مين؟ الى الدين. يرجع فيها لمين؟ يعني بالنسبه للمسلمين يرجع فيها للشريعه الاسلاميه. بالنسبه للكاثوليك يرجع فيها للشريعه الكاثوليكيه. بالنسبه للارثوذكس يرجع فيها للشريعه الايه؟ الارثوذكسيه. يعني رجعنا للدين ولا ما رجعناش؟ وانا لما اقول الدين هل المقصود الشريعه الاسلاميه فقط ولا اي شريعه؟ اي شريعه. بس خلي بالكم علشان اطبق شريعتكم لازم شروط معينه. يقول لك ما هو زواج وطلاق، يقول لك لو متحدين في الطائفه والمله تنطبق شريعتهم. لو متحدين في الطائفه والمله تنطبق ايه؟ شريعتهم. لو مختلفين في الطائفه والمله تنطبق الشريعه الايه؟ الاسلاميه. يعني لو واحد كاثوليكي متجوز كاثوليكيه تنطبق الشريعه الايه؟ الكاثوليكيه. لكن لو واحد كاثوليكي متجوز ارثوذكسيه تنطبق بقى هنا الشريعه الايه؟ الاسلاميه. مش ما تقوليش كل حاجه. الزواج وما يرتبط به. لان احنا بقيت المسائل موحده ولا مش موحده؟ موحد. يعني هو كاثوليك وهي ارثوذكس، يعني هما الاثنين مسيحيين. ما هو ده الغريب بقى، دي مصيبه. بس ما هو عشان كده لو انتوا كنتوا متابعين الدستور الجديد والمناقشات عليه. الدستور لا، الكلام ده مش في الدستور الجديد، الدستور الجديد ده جاب نص طبعا مش مقرر عليكم. النص قال خلاص من هنا ورايح على على غير المسلمين تنطبق عليهم ايه؟ شرائعهم دائما. الشرائع بتاعتهم هي لا تنطبق بقى. طور لي على اي حاجه ايه؟ ثانيه، شرائعهم هي اللي هتنطبق. انا بس كنت عايز اقول لكم نقطه، انا كنت بمهد لكم بس ده ليه؟ عشان اقول لكم ان الدين مصدر للقانون ولا مش مصدر؟ بس هل مصدر عام في كل فروع القانون ولا خاص؟ علشان كده يقول لك ايه؟ حتى العنوان اللي هتلاقوه عندكم، الدين كمصدر اصلي خاص. الدين كمصدر ايه؟ اصلي مش احتياطي. الدين كمصدر اصلي ايه؟ خاص.
في كل المسائل ولا في مسائل الاحوال الشخصيه؟ وهل في كل مسائل الاحوال الشخصيه ولا في المسائل غير الموحده؟ في المسائل غير الموحده. وهل المقصود بالدين هنا الشريعه الاسلاميه ولا كل الشرائع؟ كل الشرائع. يعني وانا حددت نطاق تطبيق المساله دي، ان انا عندي مسائل المعاملات الماليه موحده، مسائل الاحوال الشخصيه بعضها موحد، فيبقى مصدرها هنا الايه؟ التشريع اللي ماخوذ من الشريعه الاسلاميه. لكن المشكله كلها تنحصر في المسائل غير الموحده. المسائل غير الموحده دي اللي هي ايه؟ المسائل غير الموحده المتمثله في الزواج وما يتصل به. طيب نطاق تطبيق شرائع غير المسلمين، لو متحدين في الطائفه والمله نطبق شرعتهم، لو مختلفين هنطبق الشريعه الاسلاميه. لكن طالما عرضنا لهذا الامر لازم اعرض امر خطير جدا، دور الشريعه الاسلاميه في القانون المصري. دور الشريعه الاسلاميه في ايه؟ في القانون المصري. هل لها دور ولا لا؟ اقول لك الشريعه الاسلاميه لها دوران في القانون المصري. الشريعه الاسلاميه مصدر موضوعي للقانون المصري، مش احتياط، مش رسمي، مصدر ايه؟ موضوعي. يعني مصدر موضوعي يا جماعه، يعني يجي من مشرع السلطه التشريعيه ياخد حاجه من الشريعه الاسلاميه، هي رسميا هتبقى صادره من مين؟ من المشرع، فيبقى اسمها تشريع. فيبقى الشريعة هنا هل مصدر رسمي ولا مصدر موضوعي؟ موضوع، لأن الرسمي هنا هو الايه؟ التشريع. يبقى أول دور للشريعة الإسلامية في القانون المصري الشريعة كمصدر موضوعي للقانون الايه؟ المصري. ثاني دور الشريعة كمصدر رسمي احتياطي. الشريعة كمصدر رسمي احتياطي. يبقى دور الشريعه، لو قال لك دور الشريعه الاسلاميه في القانون المصري هنتكلم عن كم عنوان؟ عنوانين. العنوان الاول الشريعه كمصدر ايه؟ موضوعي للقانون المصري. وبعدين الشريعه كمصدر رسمي اصلي ولا احتياطي؟ احتياطي. اولا الشريعه كمصدر موضوعي للقانون المصري. مصدر موضوعي بمعنى كلمه مصدر مادي. مصدر موضوعي بمعنى كلمه مصدر ايه؟ مادي. ولما اقول مصدر موضوعي او مصدر مادي للقانون المصري معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك احنا مش عارفين ان الماده 2 من الدستور، سواء دستور 71 سواء حتى الدستور الجديد، بيقول الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للايه؟ للتشريع. الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للايه؟ للتشريع. المفروض المشرع وهو بيضع القانون بيستلهم القانون، ممكن يستلهمه من الاعراف، من العادات، من قواعد الاخلاق، ممكن يستلهمه من القوانين الاجنبيه. بس بعد النص ده اللي قال لك ان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، يبقى على المشرع اللي هو السلطه التشريعيه تلجا الاول لمين؟ للمصادر ديت اللي انا قلت لكم عنها ولا للشريعه الاسلاميه؟ للشريعه الاسلاميه. ما لقيتش بقى نص في الشريعه الاسلاميه تبقى ترجع للايه؟ ترجع للمصادر الاخرى. المصادر الاخرى ان هي ترجع للقوانين الاجنبيه، ترجع لاي حاجه ثانيه، المهم ان هي في النهايه لا او في البدايه لازم تبدا الاول بالشريعه الايه؟ الاسلاميه. يبقى الشريعه الاسلاميه مصدر مادي، مصدر موضوعي للقانون الايه؟ المصري. الشريعه الاسلاميه هي المصدر المادي او المصدر الموضوعي للقانون الايه؟ المصري. وده بنص الدستور ولا لا؟ يبقى على السلطه التشريعيه، السلطه التشريعيه حره ان هي ترجع تاخد القوانين من الاعراف، من العادات، من قواعد الاخلاق، من قواعد الدين، تاخدها من القوانين الاجنبيه. بس بعد نص الدستور لما قال الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، يبقى لازم السلطه التشريعيه تلجا اليها اولا، ما لقيتش فيها تبقى تلجا للقوانين الايه؟ الاخرى تستلهم منها. وده يجعلني اتساءل عن نقطه معينه. ما حكم مخالفة التشريع للشريعة الإسلامية؟ لو السلطة التشريعية عملت قانون والقانون ده مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية، يبقى سليم القانون ده؟ احنا مش قلنا الدستور ذات نفسه بيقول الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، يبقى إذا لو أنت عملت تشريع مخالف للشريعة يبقى مخالف للدستور ولا لأ؟ يبقى يصعب على هذا القانون بعدم الدستورية. النقطة الأخيرة في إنها مصدر موضوعي أو مادي، الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان.
الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان وإيه؟ ومكان. بصوا يا جماعة، في فرق بين الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية. فرق بين الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية. الفقه الإسلامي مجموعة اجتهادات العلماء. أبو حنيفة، الإمام مالك، محمد بن الحسن الشيباني، ده اسمه الفقه الإسلامي. لكن الشريعة الإسلامية المصادر القرآن الكريم أولاً، والسنة النبوية، وإجماع العلماء. اللي درس منكم شريعة يا جماعة أو بيفهم بالشريعة يبقى عارف إن أنا برجع الأول للإيه؟ للقرآن، لما بدور على حاجة، ما لقيتش برجع للإيه؟ للسنة، ما لقيتش برجع للإجماع أو بعمل حاجة اسمها قياس. وفي مصادر أخرى اسمها الاستحسان، وأصحاب مصادر كتير جدا. علشان كده الشريعة الإسلامية صالحة، سرية جدا، فيها مصادر كتير، وصالحة لأن تنطبق في كل زمان ومكان. اللي أنا قلته ده المصدر الموضوعي للشريعة الإسلامية كمصدر موضوعي. اتكلمت نمرة واحد إنها مصدر مادي، واتكلمت عن حكم تعارض التشريع مع الشريعة الإسلامية، واتكلمت أخيرا عن نقطة مهمة جدا، إن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. هذا الذي قلته، اللي أنا قلته ده، لا ينطبق، بينطبق على إن الشريعة الإسلامية مصدر رسمي ولا مصدر موضوعي. الشريعة الإسلامية مصدر إيه؟ موضوعي. لكن النقطة الثانية، الشريعة الإسلامية مصدر رسمي احتياطي، ودي كلمتكم عنها قبل كده. هم سطرين بالظبط. مش احنا قلنا الأول بنلجأ للإيه؟ للتشريع. ما لقيناش نلجأ للإيه؟ للعرف. ما لقيناش للتشريع والعرف نلجأ لمبادئ الشريعة الإسلامية. ما لقيناش في الشريعه الاسلاميه نرجع لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله. يبقى الشريعه الاسلاميه مصدر رسمي احتياطي ولا لا؟ احتياطي ليه؟ لانك الاول بتلجا للايه؟ للتشريع، وبعدين بتلجا للايه؟ للعرف، وبعدين بتلجا لمبادئ الشريعه الاسلاميه. واضح الكلام ولا مش واضح؟ عشان ننهي بقى، عايز اذكركم بحاجه كنت قلتها. ده العلم يعني. احنا قلنا القانون على كام درجه؟ ثلاث درجات. اعلى حاجه الايه؟ الدستور، وبعدين القانون، وبعدين الايه؟ اللائحه. اللائحه هل يمكن ان تخالف القانون؟ لا. وده مبدا يسمى مبدا شرعيه اللائحه او قانونيه اللائحه. لازم اللائحه تكون شرعيه او ايه؟ او قانونيه. ينفع القانون واللائحه لخلاف الدستور؟ لا. وده مبدا اسمه دستوريه القوانين والايه؟ واللوائح. يبقى في لازم القانون يحترم الاعلى ايه؟ منه. القانون واللائحه هل يقدروا يخالفوا الدستور؟ والا يبقوا غير دستوريين. يبقوا غير ايه؟ اللائحه ينفع تخالف القانون؟ لا. واحنا قلنا ده اسمه مبدا شرعيه اللائحه او قانونيه الايه؟ او قانونيه اللائحه. فلازم الادنى يحترم الايه؟ يحترم الاعلى. طيب لو القانون واللائحه مخالفين للدستور نعمل ايه؟ في محكمه عندي اسمها المحكمه الدستوريه العليا. محكمه الايه؟ الدستوريه العليا. المحكمه الدستوريه العليا ديت بطعن عليها، على دستوريه اللائحه او دستوريه الايه؟ القانون. ده امتى؟ لما يبقى القانون مخالف للدستور، او لما تبقى اللائحه مخالفه للايه؟ للدستور. لكن بذمتكم لو اللائحه مخالفه للقانون بطعن عليها قدام المحكمه الدستوريه العليا؟ هي مخالفه للدستور عشان اطعن قدام المحكمه الدستوريه العليا؟ لا. بطعن قدام حاجه اسمها القضاء الاداري. القضاء الايه؟ الاداري. يعني في رقابه على اللائحه. لما اجي اسالك اللائحه دي عايزين نراقب مشروعيتها. تقول لي والله قدام الحاجتين. لو لقيت اللائحه مخالفه للدستور اروح بيها للمحكمه الدستوريه الايه؟ العليا. لو لقيت اللائحه مخالفه للقانون هل اروح بها للمحكمه الدستوريه العليا ولا للقضاء الاداري؟ القضاء الاداري. والقضاء الاداري في رقبته على اللائحه ليه طريقتين. ممكن اللائحه صدرت النهارده، خلال 60 يوم اروح بها للقضاء الاداري وبطالب بالغاء اللائحه. خلال كام يوم؟ 60 يوم من تاريخ صدورها. طيب لو عدت 60 يوم هل ينفع اطالب بالغاء اللائحه؟ لا. طيب لو في قرار صدر استنادا للائحه بروح للقاضي الاداري برضه، بس ما اقدرش اطالب بالغاء اللائحه لان عدى كام يوم؟ عدى 60 يوم.
بطالب بالامتناع عن تطبيق اللائحه. ما اقدرش اقول له الغيها، لكن اقول له اللائحه دي مخالفه للقانون وبالتالي نمتنع عن ايه؟ عن تطبيقها. كده بنكون انتهينا من نظريه الايه؟ زي ما اتفقنا النهارده ان شاء الله هتخلصوا من الموضوعات بتاعت نظريه القانون، الموضوعات بتاعت نظريه الحاكم.